بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجه، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. بصراحه يا مو انت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش هحاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران والخمره بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اغتصبتيه؟ لا يا بت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعة قطبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزة بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبة أقول. لما نرجع أنا لازم أقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل إيه؟ على فكرة بقى إحنا لازم نبطل خمرة وش. قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان أتأكد إن أنت مش زعلان. هو أنا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكلة، بس بقول لك إيه؟ ما عندكش بودرة؟ في كل حاجة يا معلم، يلا. أوكي أوكي ستربينا. سيف الكابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه سيف انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره وافتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاويركم، بس انت اللي تسوقي ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قفش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، أنا من ساعة ما عرفتك وأنا اتبهدلت بهدلة ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجة حلوة، بس أنت مصممة تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وأنانية وعظمة وقلة ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجة عدلة أصلا. حتى أقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. يا واد يا سيف يسلم فمك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. انت بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبلة يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقخيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني
اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. دي اللي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انتي عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انتي اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين انه انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها بقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكوا يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. تعالي افهم. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا هتنقي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه ان الغردقه والعرق مع الفزون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفزون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعة أنا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي أنا آسف، أنا ما كنتش أقصد، ممكن ما تعيطيش. أنت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف أنا من ساعة ما بابي اتسجن وأنا بحس إن أنا ضايعة ومفيش حد جنبي، لأن بابي كان دايماً بيحسسني إن كل حاجة تمام. زيك كده يا سيف، من ساعة ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت أحس إن كل حاجة تمام. وأنا المفروض أقول إيه دلوقتي؟ قول اللي أنت عايزه، أعمل اللي أنت عايزه، لو عايز تمشي امشي أنا مش هزعل. أنت تعبت معايا جداً وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا.
اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفزون ده كان عاجبك دلوقتي، انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي، الفزون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مومه تاجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيط. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. اسمك حلو بس مش. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لنا الجعير وعمى البصر والبصيره. شو ايه يا بنت ده؟ ايه الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني اقل حاجه عندي، ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. من 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 ده اللي ياخدك مني، من 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 مني.
جاي محظوظ جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بيبي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا عهدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت، هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بادبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روحي. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصيه علينا. اكيد بيوصيه، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. واتيفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصيه علينا يا نيلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني جاسوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. ماما مين بيهز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. خليكي. تعالي بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع أنا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل أي حاجة كلميني في التليفون. أوكي، مش عايزني أساعدك؟ أصل أنا فجأة حسيت إن أنا نفسي أساعد كل الناس وأخدم كل الناس. نيللي أنت اتغيرتي قوي. للأحسن ولا للأوحش؟ للأحسن طبعاً، وعارفة كمان لما بقى حبيبي مش وقته، يلا أنجز. هاني. نعم هاني. يلا يلا. إيه؟ يلا نطلع فوق عند العربية. أنت متخلف، يلا هنطلع فوق للعربية. تعالى يا هاني أنا هفهمك. هتفهمني إيه؟ هنطلع نعمل إيه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقولي نطلع فوق عشان العربية. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي، لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. كيف؟
نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانت مهتميه بنفسك كده، يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحياة دي يا سيف؟ العربية. العربية بجد مش كرتون. الله. دي حلوة أوي. إيه ده؟ تعالى يا عم أقعد جنبي وأنا أستوعب بتاع اللي جابوك ولا إيه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش. قولي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم ادخلك المحل، هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها سي. هاي ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكرة أنا مش بحب أروح للسليبرتيز أقول لهم أنا بحبكم وأتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. أيوة عارفة، يعني ما بحبش إن أنا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري أنا لازم أدخل التواليت على طول. لا استني بس، ده أنا بعشقك عشق. طب أقول لك على حاجة، بيقولوا إن أنا شبهك. لا أنتِ أحلى بكتير طبعا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. عارفة إيه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى إيه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكرة، ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد إذنكم كان في فيلم بتتلاقي في حلو قوي. الجزيرة أكيد الجزيرة. لا لا هو ما كانش في جزيرة، كان على الأرض عادي. إبراهيم الأبيض؟ لا ولا كان أبيض. طب على ما تفتكري أدخل التواليت أرجع له. طب استني بس، ده إحنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده أنت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هند فكرة حلوة قوي. أنا كنت عايزة أقول لك مشكلتي. مشكلة؟ طب ممكن أنا أقول لك مشكلتي؟ أنا ساكنة في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجاية عشان المية قطع عندي ولازم أدخل التواليت حالا. أكيد فاهمة. أنا مش هاخد وقتك كتير، أنا كنت عايزة أقول لك بس إنه أنا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني إنه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الأول. لا لا أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي هاتي. هتجيبي إيه أما؟ هاتي. طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، اتدلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعملش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحقنا يا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعتي علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني، قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الك. انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني ايه التخلف ده؟ طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف، في كلاكس. وايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده.
عايز لسه الف بيها وكاروز وامرك وعامل كاروز حاجة. ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى في يلا. انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو. سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي؟ حي جمهورك.